بسم الله الحمد لله والله، وأخرى تحبونها نصر من الله في الدنيا فتح قريب، فتح مكة بحول الله، وبشر المؤمنين وبشير نذير. أول ناس مشينا لهم من البركات بشرام هم من آمنوا به وذادوا عنه ودافعوا عنه بكل مواجهم وكل حيلهم وكل قوتهم وكل صلبتهم. قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا، أنصار الله، أنصارا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم من الحواريين اتباع سيدنا عيسى عليه السلام، كانوا يتميزوا بصفائهم الديني، وكانوا يلبسون الثياب البيضاء التي لا فيها نجاسة ولا سوء منظر. كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: حقيقة نعم الأصحاب سيدنا عيسى عليه السلام، قال الحواريون: نحن أنصار الله. شوف الجواب سريع، يعرفوش يقول نحن أنصار الله، يعني إذا كان بنو إسرائيل نعرفهم في أتعس الحالات وأعلى مستوى من الفساد والنفاق والإفساد، نحن أنصار الله، ولهذا حتى نموت على خيرنا نبقى على نصرة الله، نصرتك يا عيسى ابن مريم عليكم السلام. فآمنت طائفة من بني إسرائيل جزء قليل، وكبر الطائفة، ولا أغلب الأحيان هم يكفروا بنعم الله رغم يا ربي يغفر لهم وسمعهم ويعود لهم نصرته لهم ويرتفعون حتى وصلوا في آخر الزمان، كما قال الرحمن اللي يبلغون شأوا عظيما من استبداد العالمين، لكن بعد يجيبوا من ربي يجيبوا لهم محنة، كونوا بوجودنا نحن وإن كنا قلة في فلسطين وفي فلسطين في العالم كله، كيف يرونا كيفاش ندقوا حصونهم الفكرية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية، ذات الحيرة تبدو على وجوههم الكالحة وبان الكشف. اليوم تو كل لحظة يحسبون كل ساعة عليهم، وبنو إسرائيل يظهر أرواحهم يكونوا فيها، ولنا اللي لا أحد يغلبهم لأنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وهذا باطل، وإحنا المجاهدين قاعدين نكشف رويدا رويدا ما يخفيه بنو إسرائيل من زلزال داخلي، ويعرف اليوم ممش شيء يقر لهم قرار في فلسطين أو في غير مكان كان في العالم، من بكل أصنافهم، سواء كان أصناف مالية فينونسيير دي تيب فينونسيير، ولا دي تيب دبلوماتيك، ودي تيب بوليتيك اتسيتيرا. أجي يقول ربي: نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، يعني يا ربي غلب الحواريين، غلبهم على كثرة بني إسرائيل ومكر بني إسرائيل، فأيدنا الذين آمنوا، وقد ربي يقضي بقلوبهم الرعب، يقلبون بيوتهم بأيديهم. وهذا مش يحصل إن شاء الله، لكن تسمع به كل أماكن الأرض، وربما زاد كذلك من السماء من الملائكة عليهم السلام. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، يعني أيد ربي الذين آمنوا من أتباع نبينا عليه الصلاة والسلام، خاصة اللي بايعوه تحت الشجرة، يعني يكونوا مش ينصروه ويحرسوه ويتبنون شأن إنشاء انتشار الدعوة الإسلامية المحمدية على سيدنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي غالبين، وامتدت
غلبتنا لأهل العدوان والصهاينة أجمعين، إلى حين جاء كلاب بنو أمية، وكان ما كان من إفساد رسالة الإسلام، وما بقوا إلا قرابة 40 سنة، جاءهم عذاب الرحمن. إذا خسروا البيعة اللي كانت للرسول عليه السلام مؤيدة له، وبالتالي توفى ولحق بالرفيق الأعلى سيدنا وقائدنا الأعظم عليه السلام. قاوا فرصة كما تكون إتمام مؤامرتهم التي أخفقت أيام رسول الإسلام، لم يقدروا على مواجهته حتى وقت اللي فتحت مكة. كان يكون للنبي عليه الصلاة والسلام الحق أن يقتلهم على بكرة أبيهم، لكن في القرآن موجود في مكة من هم يكتبون الإيمان خوف من بلطجة كما يقول الآن، وصولة وعدوان الأكثرية من قريش ومن الطائف ومن شبه جزيرة العرب. نسأل الله السلامة، نسألك يا ربنا محبتك والقرب منك ورضاك يا كريم يا عظيم.